استفتحنا العام الماضي بفيلم صدر في جانوري أو شهر واحد اعتقدنا أنه سيكون مسلي، وانتهينا من السنة بوجود هذا الفيلم بمرتبة أفضل 10 أفلام لهذه السنة، واللي بالمناسبة انسحبت منها كثير من الأفلام بسبب جائحة كورونا. فيلم The Gentleman أو السادة الأفاضل. خلونا نشوف بعض المشاهد من الفيلم ونعود بعد ذلك للحديث أكثر. I am not for sale. The plot begins to thicken. Now I can't be specific about the heroes and zeros. هذا الفيلم مصنف على أنه فيلم جريمة أكشن، وكذلك فيه جرعة عالية جدا من حيث الجودة للكوميديا. هذا الفيلم من إخراج وتأليف جاي ريتشي، واللي شارك كذلك في كتابة القصة. But our protagonist is a hungry animal. There is a lot of money hanging in the balance. Our antagonist explodes on the scene like a millennial firework. الفيلم يحمل في طياته كمية كبيرة جدا من طاقم التمثيل اللي يعتبرون نجوم في الوقت الحالي. ماثيو ماكونهي، تشارلي هونم، كولين فيرل، وعدد كبير من النجوم الكبار في عالم السينما بالوقت الحالي. قصة هذا العمل وببساطة تتكلم عن مغترب أمريكي يحاول بيع إمبراطورية للماريجوانا في لندن. هذا الشيء بطبيعة الحال يؤدي إلى سلسلة من المؤامرات والرشاوي والابتزاز لمحاولة سرقة المجال، أو إن صح التعبير، الإمبراطورية من تحته. Has indirectly started a war. I think you need to see this, boss. That's one of my informants. How did they find it? هذا الفيلم فيه متعة كبيرة جدا بالأحداث، كوميديا عالية بالنص وكذلك التمثيل. أيضا الأداء كان جميل من جميع الممثلين، بالتحديد ماثيو ماكونهي كذلك. I'm making inquiries. His name is Fahok. We spelled with a PH, so it sounds like Fahok. Please. All right, Fahok. Kind of Fahok. وهذا الشيء اللي خلى هذا الفيلم يستحق خانته في التوب 10 الحقيقة. If you smell smoke, it's because there's a fire. So you're gonna have to stamp that out quickly. These people are gonna clean house, and you are part of that house. وعلى الرغم من كونه واحد من الأفلام اللي صدرت في شهر واحد، وبعد مرور 12 شهر لا زال هذا الفيلم له وقع جميل، خصوصا في هذه السنة اللي تعتبر تأثرت وبشكل كبير من الناحية السينمائية. In the jungle, the only way a lion survived, not by acting like a king, by being the king. Brilliant.